أنا وقت تخرجت من الجامعة كان بدي أشوف بنك لاقي حالي فيه. سو نقيت بنك بيروت. لفتتني كتير ستوري تبعوله، كيف هالبنك بلش مش من مدة طويلة وكيف صار يكبر، ومثل كل هالشباب والصبايا المخرجين جديد يعني بتبلش من أول بوزيشن. وبعد 7 سنين حققت أول هدف وصرت مدير فرع بجبال. في رسالتين بحب أوصلهم منها. أول واحد أنه إذا حدا حط براسه شغلة واشتغل من كل قلب وكرمال يوصل له، مش ممكن ما يوصل له. وكل ما يقرب أنه يوصل له بحط هدف أبعد وأصعب حتى يضله عم بيشتغل. هيدا الطموح. وتاني شغلة اللي هي كمان لازم واحد يشوفها، أنه إحنا عم نشتغل بمصرف بيدعم كل إنسان وبيوقف حده. لو ما هيك أنا اليوم ما كنت مدير فرع. بحس أنه لازم واحد اليوم قبل بكرة يبلش يحط أول هدف ويسعى له، وأكيد بيوصل. أنا بأكد لكم، قصتي بتأكد لكم.